احنا قبل لا نذكر مصيبة امير المؤمنين نريد نهيئ انفسنا، ها نريد نتذكر الموت، لأن أمير المؤمنين كان يتلذذ بذكر الموت، صحيح أم لا؟ علي عليه السلام كان مأنوسا بالموت، شلون بي لو قرب مني الأجل، شلون بي لو قرب مني الأجل، واخذ سمع الموت ولسان الذجى، ضلت عيوني تدير على الأهل، شوفها تهل الدمع لمصابي، هذا أبوه يبكي عليه لفراقه، هذا أمه تبكي عليه لفراقه، مني ملك الموت أخذ روحي وصعد للمغسل، طلعوا مني الجسد وقام لمغسل جرد ثيابي، شلون بي بكفن لو لفوني، لكن أنا أقول يا علي يا علي للقبر، عقب الغسل شالوني يا ويلي ونزلوني بحفرتي واروني، وقام حفار يهل ترابي، شلون بي لو مسيت بحفرتي دار غربة ويل حال الغربتي، لا عمل وياي ويرد وحشتي، وابعدت عني هلي وأحبابي. هذا البيت عظيم على قلب أهل المعرفة، شلون بي لو ضغط جسم القبور، وقام من خشم حليب أمي الدور، شلون حالي منوقف بيوم الحشور وياخذ المعبود باستجوابي، شلون منكر لو لفاني للقبر، وقام ينشد بيش قضيت العمر، شنه ذاك الوقت من عند العذور، شنه عن ذيك المعاصي جوابي، شلون بي من انفرد بأعمالي والذنوب تصير كلها قبالي، شلون بي منوقف بيوم الحساب شايل ذنوبي وجدام الكتاب، شنه عذري وشنطي للباري جواب، شنه عذري وشنطي للباري جواب، من يعاتبني ويزيد اعتابي، شلون بي من التفت يسرى ويمين بيوم هول يشيب من عند الجنين، مال ما ينفع ولا تنفع بنين، ولا ينام ينفع وعض بنابي، لكن يا أمير المؤمنين نحن من شيعتك، ما يضل جاوبني ما يضل، عندي وسيلة ولا أمل غير حب المرتضى خير العمل، جوابك ما يضل عندي وسيلة ولا أمل يا علي غير حب، هذا الصوت ضعيف راسي زينب ما يضل
عندي وسيلة ولا أمل غير حب المرتضى لذا أمين.